موكب، كل واحد يشعر بالبيت. اطفال المواكب او هكذا يسمون انفسهم عبروا بطريقتهم الخاصه عن سر تعلقهم بالحسين عليه السلام. ابعد يا بلائي واستمع لدائي. ابعد يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى ان المرسم يصير احلى واحلى كل سنه تزيدونه. السلام عليكم، هذه الفعالية للمرسم الحسيني جميلة لتطور الرسم والإبداع للأطفال. مشكورين طبعا هالفعالية واجب ممتازة حق عاشوراء حق مقتل مصرع الإمام الحسين سلام الله عليه، ومشكورين ومأجورين. زين بس مبلا يجيبون أغراض زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأشياء اللي عجبتني إن كل واحد يرسم على راحته، كل واحد بروحه، يعني ما حد يسوي له حركة. كان المكان صغير بس. تعجبني فعاليات المرسم الحسين لأنها تفيد الأطفال وتخليهم يرسمون يعبروا عن مشاعرهم ويسووا مسابقات حق أحلى رسمة. مجالسنا مدارس موقف وهمة. اللوحة اللي رسمناها اسمها دار الأحزان في الشام، زين اللي هو خروج زينب مع العائلة إلى الشام، يزيد وضعهم في الخربة أو دار الأحزان احنا نسميها، زين مع زينب. هاي الصورة موجودة شي تذكار من اللي سمعناه من الملالي والشيوخ، انهم وضعوهم بعد ما جابوهم الى الشام وضعوهم في هذه الخربة أو سميناها دار الشام. عاشق المنابر فارس الشعائر، عاشق المنابر فارس الشعائر، يا حسين صرختي وخلهم يسمعوني، للموت كربلة شايلها بعيوني. أبعد كربلائي واستمع ندائي، أبعد كربلائي واستمع ندائي، للموت وافتخر خادم يسموني، للموت كربلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي أحد أعضاء اللجنة التنظيمية، ألاحظ أن أولا الحضور كان يعني من الصباح الباكر، كانوا متواجدين المشاركين وفي فئات من المشاركين الأطفال والشباب وكبار السن بعضهم، وإحنا يعني أشكر القائمين على اللجنة باقي الشباب على الحضور والتواجد. أوكي، وإن شاء الله في المرات القادمة يكون يعني المعرض السابع إن شاء الله أفضل. تعتبر فكرة المرسم الحسيني فكرة مستحدثة من أجل خلق جيل أو إشراك الأطفال في قضية الإمام الحسين، بحيث يعبرون عن ما في مخيلتهم عن واقعة الطف، تجسيد بما في مخيلة الأطفال. فنتمنى أن وفقنا لهذا العمل، ونتمنى أن اللجنة المنظمة قدرت قدر الإمكان أن توصل الفكرة إلى الأطفال وإلى أهالي قرية الكورة، بحيث نتمنى في السنة القادمة يكون أفكار مضافة إلى المرسم الحسيني، مثل أفضل تصميم بالفوتوشوب بالكمبيوتر. نشكر أهالي الكورة بحضورهم الفاعل، أطفال القرية والشباب القرية، حضور لافت، ونتمنى إن شاء الله السنة القادمة حضور أكثر وأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أول شيء نشكر الحضور اللي شرفونا اليوم في إحياء فعالية المرسم الحسيني السادس، ونتمنى إن شاء الله أن نكون توفقنا في إعداد الفعالية وإيصال الرسالة اللي كان
كانت الهدف لأجل هاي الفعالية، ونتمنى إن شاء الله في السنوات القادمة تكون الفعالية بزخم أكبر وبحضور أكثر وبفعاليات أكثر إن شاء الله. والله يعودنا وياكم. أباوع كربلة من زغري وتذكر اسم هيئة شبابك يا علي هي الأصغار، جنت وي والدي للمجلس نحظى يعلمني شرفنا بخدمة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني احنا نشكر اللجنة القائمة على المرسم، وإذا بنجي هذا المرسم هو طبعا السادس، وهذا دليل على أن اللجنة مستمرة في إقامة هذا المرسم. ولكن هناك في ملاحظات، إذا بقارن المرسم الخامس مع المرسم الحالي، المرسم الخامس كان متميز أكثر، الاستعدادات كانت أكثر، حتى الحضور كان حضور متميز. سبق أن ذكرتنا في المرسم الخامس أن محتاج إلى التجربة أن هي تتطور، وكان طرحت بعض الأفكار إن على سبيل المثال أن يكون في أشخاص متخصصين في هذا المجال يصاحبون الأطفال، يعطونهم الطريقة الخاصة بالرسم. هذا راح يحسن من طبيعة الرسومات إلى الأطفال. ولكن بالنهاية الجهود مشكورة، واحنا نشد على ايديكم وندعوكم الى ان يكون هناك المرسم يصاحبه ايضا فعاليات اخرى تكون معززه الى هذا المرسم. اتمنى انه يطلع من القريه الى المناطق المجاوره، راح يعطي زخم اكبر، راح يعطي انطباع اكثر، وهذا طبعا كله تحت في تصرف اللجنه الثقافيه وهي مسؤوله عن هذا الموضوع. مشكورين، نتمنى لكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نعزيكم بهذه المناسبة العظيمة، وان شاء الله كل سنة نشوفكم هنا، والادارة في خدمة المرسم الحسيني، الله يعودكم. هيبة المواكب من زغر راقب، هيبة المواكب خدام بذلوا الغالي ويعلموني للموت، كربلاء شايلها بعيوني. يا كربلائي واستمع ندائي، أبعي كربلائي واستمع ندائي، أشبال القاسم تذكرني بالزفة، ووج شمعة زفافة راحتي الترفة، ملايين البشر نستقبل بلهفة، يجي الزاير ملك ونقبل بجفة، تهتفي الضماير يا هلا يا زاير، تهتفي الضماير يا هلا يا زاير، ناديت زوار ابو اليمة يشرفوني. هنا احلى والموتى نرسم الموتى مبارك يا حسين. المرسم يعني عجبنا، ونتمنى كل سنة يعني يصير هالمرسم. كربلاء شايلها بعيوني، يا كربلائي واستمع ندائي. بسم الله الرحمن الرحيم. مأجورين، نشكر على الحضور في المرسم الحسيني. السلام عليكم. يسموني للموت، الله وبركاته. مأجورين بمصاب أبي عبد الله الحسين ومثابين. طبعا المرسم الحسين السادس أقمناه الليلة اليوم سادس، فالحضور غفير، والبيعة حلاوة، والدرة هزين. هذا الله يعوركم إن شاء الله كل سنة. فالمرسم اللي هو توعوي ومبادرة إنسانية من العجائب
خدمة المواكب ثامن العجائب خدمة المواكب إصرار رايد العالم يشوفوني للموت كربلة شايلها بعيون ممتاز بس في كانت فكرة مطروحة في اللي هو المواسم اللي فاتت بعد زين كانت ناقصة اللي هي إضافة فعالية يسمونها تكون تصاحب الفعالية فعالية الرسم في أفكار واجد حتى مثلا التصوير جائزة لأفضل صورة ولو بالموبايل معظمهم ما حن عندهم تلفونات تخلي لهم مثلا نماذج هني وتقول لهم بالتليفون كل واحد يصور وفي النهاية تشوفون الصور اللي عندهم في التليفون زي كفكرة يعني أفكار واجد تكون لو يا حبذا في المواسم القادمة إن شاء الله تكون في بعض الأفكار اللي تضيف على المرسم الحسيني إبداع أكثر عامة المرسم كلش ممتاز لأنه يجذب الصغار وخليهم يعبرون على اللي يجول في خاطرهم إن شاء الله نشكر القائمين على هذا اللي هو على هذه الفعالية ونتمنى لهم مزيد من التوفيق إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد والله احنا شفنا المرسم حلو بالأطفال بالأولاد بالبنات فهذا يعني وش أقول لك مستقبل إن شاء الله بعد أزيد وأزيد نبغى إن شاء الله نحصل في ماتم الحاج حسن العريبي ونتمنى إليه الفضل ونتمنى إليه كل شيء إن شاء الله بحق محمد وآله وشكرا إلى الجميع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أشكر القائمين على المرسم الحسيني لهذه اللجنة الثقافية بالخصوص الرئيس مع الأعضاء ما قصروا صراحة كلهم فيهم خير والله يزيدهم إن شاء الله في كل هذه المناسبات الطيبة إن شاء الله في كل سنة وفي كل عام إن شاء الله ونتمنى لهم التوفيق في هذه السنة إن شاء الله وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم نشكر العاملين على اللجنة الثقافية ونشكر العاملين على المرسم الحسيني ويعني احنا نبي تطور كبير في المرسم السنة يعني اشوف يعني خف شوي عن قبل يعني السنة واجد خف وفي مقترحات واجد قلنا لهم بس ما حد ينفذ يعني المقترحات لو شوي ينفذون المقترحات كان بيتطور أزيد يعني ونشكركم على المقابلات ونشكر العاملين كامل ونشكر الرئاسة اللي أعطتكم الثقة يعني رئاسة الماتم أعطتكم الثقة وشكرا يعني